مناسبة لوسم إيه سقوطين توزير كوين كوري وزارة دو حبرشاد يسانس كوقت كان آه وزير كوين كوزارة مالية الجمهورية الصومال لأن وكاقب سنتي حرون توزارة دو حبرشاد يسانس كأي وريبا مدشا سوا حكا لي محمد شامع روبلة إيو إبراهيم ديقال أكوها لي أفك قدومياشا قبلة دي يغاسي موحدية دو وزارة دو حبرشاد يسانس كا أكا ورمي وحقابت كي بلا ناوسم إيه وزير كوين عبد قادر أقسمها جودة تعلن سر وزارة وحبرشاد يسانس كبروفيسور أحمد مسلم رادو سيجارة وذشقين وزير كوينكا يكور ما قنت يقولها وزير كوينكا سدوا كلنا أقسمها جود وزارة وحبرشاد يسانس كأحمد بكر محمد أيشنا كور رمي كرتدا أولي هاي وزير كوينكا وزارة وحبرشاد وقت كنا وزير كوينكا وزارة مالية دا وزير كحجم في الفرعون بها وحيابها أنكو حسوستنا وحكم بدها إنه دعاها إنه الشقوة ناقصن قبتي وحنا يقول دليل سد حدي بقول إيه لحدي أرضي aanu qaadnay in Itoobiya geeyney firfircoonida u lahaa wasiir markaa waxaan ku duceynaa sidii quruxda badan halkan uga shaqeysay inaad maaliyadii qarankan uga shaqeyso inaad dhaqaalaha kor u qaado wasiirkaagana aad la shaqeyso qolada kormeerka markaa la shireynay wasiirku wuxuu ballan qaaday gaarigiisa in kormeerka lagu galo anagii wasiir kuxigeenka aanu ku deynay waxaan ku eegnaa kormeerka la siinaya markaa ujeedada markaa waa dareemaysan markaasi ay uga go'an tahay wasiirkeena markaasi ay uga go'an tahay in tayadii waxbarashada la hagaajiyo وزير كوينكا وزارة دو عافيمات كتمرد الشمال ناصر عمر جامع ومدش عسكا لا يسنا كورمي أقون تولي هي اللي بدأ مسؤول إحل كلا كلوري كلا تجي وزارة ذها مالية دي وحبر شدا وصدق كلا هي استان لبدا وزير وحوي ما أنتها وحوي يعني إني مدول باك كلا وكو قصبي هاي إنه الله شعر كرا يكسبيرس كيا أقون تحفيز كي هوري وتشوي وحنسلا وحو عبد غادر مسؤول إذا كسارة تيون الضبالو عقبديه دقالي هيستي وزارة وحبر شدا وزير كوينكا عصب وزارة وحبر شدا يسانس كا محمد داهر أوحيل ككلا وريجي وزير كوينكا هوري أي أسنا كورمي أقول تقولها وزير كوينكا هوري أنا هاي مدحة وزارة وحبر شدا وزارة هرمرين تمالية دوحة نقلس شقين دونا قوابها نحرير كلا لأن هاي عشورها كوا تجيبين إسكا بحيان ويدا عشورها قف مسور رجو وسير مسور رجو وسيرنا مدافو وحكوي مادن حرير كنا إنه قرن حركة محايدة إن لان رفين يوغا إيا حركة محايدة كاستميسكا 72 إيا 73 حركة سواجبية حركة سقفك وحكو واجبيين قفنا كمدري بكرو قفنا كمدري كرو وزير كوينكا وزارة وحبرشاد يسانسكا عبد قادر محمود الشيخ محمد وقت كان وزير كوينكا وزارة مالية ده أيا كورمي ذا الذي يسمين انتي وزارة وحبرشاد وشوغي قرشياشا كو آدن أو كوياه والقلي دون وزارة مالية ده أدوانو كفر حسنا هاي وقت كي بدنا يعني وزارة كسو شقيي وحي أن وضع قبرناي وحنا نقول كل جاي عن قبطي ماي هين أنا جو عن وحبر الشدة هر إمام بان تنمي رنتي دلال كي أيدن كسمي سان يكي عن سمي يوم بني سجى إني يكي وسير كسمي يي تيم بينه هين وضع شقينا يي أنا جونا عن يدن كه جامين إني رنتي وحنا سلاي هاي ميل وانا أحسن أي سو قارتي سو وزارة وحبر الشدة وقت كي يرى إنه شغناي وحنا لا سو كل ماي arimo waaweyn runtii sida arimihii sagarka ee dabayshii duufaanadii imtixaanadii aynu galnay kormeerkii guud aynu galnay ardaydii runtii aad moodeen in wax badan ka qabanay oo aynu ku guuleysanay marka waxyaa fara badan oo runtii aynu ku guuleysanay ba jirta oo xagga sharciga iyo xagga waxqabadka ba ilaahay waxaan ka bareeyaa halkii aanu gaarsiinay in wasiirada cusub wasiirka iyo wasiir kuxigeenkuba ay halkii ka sii wadaan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Cismaan Jaamac adoo madashaasi ka hadlay ayaa isna u duceeyay wasiir kuxigeenka hore wasaaradda waxbarashada waxaan ku waramay dadaalada ay u gali doonaan dhismaha wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan tayada waxbarashada qaranka aad baa loo amaanay labada wasiir kuxigeenba Cabdul Qadir shaqada kuma soo gaarin laakiin waxaan hubaa inta ka sheegteen iyo in ka badan oo wanaagsan ba inuu leeyahay waa qirteen taasina taariikh deesay gelisa iyo wuxuu ka tagay wasaaradda kaga tagay way gelisa maxamed daahir oo cusub intii aan wada shaqeynaynay waxaan u arkaa nin dhalinyaro ah oo firfircoon oo wuxuu qaban doono lama hadin doono yaan isagana u arkaa madaxweynaha iyo dawladda nimanka joogta waxay ku tala galeen oo siyaasadda dawladdu ay tahay in la soo celiyo magacii iyo maamuskii ay waxbarashadeenu lahaan jirtay laga soo bilaabo iskuulada hoose ilaa jaamacadaha la gaarayo ugu dambeeyntii waxa madashaasi shaada sharaf ay ugu talagalay shaqaalaha wasaaradda waxbarashada ee sayniska lagu gudoonsiiyay wasiirka kore wasaaradda waxbarashada Cabdi Qadir Maxamuud Sheekh Maxamed